السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. انا منال، بعمل معاكم اكلات صحية واكلات على نظام الكيتو. لأول مرة يشوف قناتي يشوف الفيديو ان شاء الله ويعجبكم، ويشترك في القناة ويفعل الجرس واللايك عشان الفيديو يتشاف ونساعد اكبر عدد من الناس في الوصفة دي. النهاردة هنعمل مع بعض بديل الخبز او يعتبر ككراكرز، حلو جدا وسهل جدا، وكله من مكونات صحية ودهون صحية مفيدة جدا. طبعا ليها كلها فوائد رهيبة ومهمة جدا. النهاردة هيكون معانا مكوناتنا، المكون الرئيسي هو بذور الكتان. زي ما احنا شايفين ادي بذور الكتان اهي، طبعا فوائدها مليانة اوميجا 3 والياف وطبعا دهون صحية ممتازة جدا. هيكون معانا، انا جبت كوباية زي ما انتم شايفين انا طحنتها، هنطحنها طحن مش ناعم قوي، يعني طحن يكون مجروش شوية زي ما احنا شايفين اهو. طبعا الطحن بيكون قبل الاستخدام على طول، انا بحب اقول التفاصيل الصغيره دي عشان يبقى كل حاجه بناخدها فايدتها. كمان معانا ده سمسم حوالي معلقتين، السمسم ممكن ده اختياري، الاضافات دي اختياري. انا كمان معايا معلقتين بذور الشيا، طبعا بذور الشيا بردك ممتازه مليانه دهون صحيه ومليانه الياف ومفيده جدا. دولي معلقه من بذور عباد الشمس، طبعا معانا عباد الشمس، وكمان بذور القرع العسلي معانا. معلقه من جبنه بارميزان، دي اضافه، اللي عايز يضيفها يضيفها. ممكن اضيف معلقه جبنه شيدر، الجبنه بتديها تيست حلو وفي نفس الوقت كمان بيخلي المكونات تبقى متماسكه مع بعض شويه. انا طبعا ده اللي انا طحنته مش محتاجاه دلوقتي. هضيف بقى اي توابل براحتك، عايزه تضيفي مثلا زعتر، عايزه تضيفي بابريكا، عايزه تضيفي شمر، ينسون، الحاجه اللي انت بتحبيها ضيفيها. بس هيكون معانا كميه من الميه حوالي نص كوبايه ميه، هضيف بالتدريج وهنشوف ازاي، لان طبعا بذور الشيا بتنفش في الميه. وهيكون معانا رشه ملح، انا عن نفسي هضيف زعتر، انا بحب الزعتر جدا. تمام، هبتدي اعمل ايه؟ سهله جدا، المكونات كلها على بعض. هاخد اول حاجه ادي كوبايه بذر الكتان، طحنتها طحن مش ناعم قوي يعني، بصوا. تمام، هاخد معلقتين السمسم، هاخد معلقه كبيره جبنه بارميزان. كمان هيكون معانا ديت حوالي معلقتين بذور الشيا، ومعلقه من بذور عباد الشمس. هخلط المكونات دي كلها الاول مع بعض، هضيف رشه ملح زي ما احنا شايفين كده عشان تديها طعم حلو. انا عن نفسي هضيف زعتر. تمام، اهي رشه زعتر كده، هاخدها بين راحه ايدي وادعكها عشان تطلع الزيت بتاعتها، وانزلها وابتدي اقلب المكونات دي كلها مع بعض زي ما احنا شايفين عشان تختلط، ما يبقاش جزء فيه حاجه وجزء ما فيهوش. خلاص، هبتدي بعد كده اعمل ايه؟ هاخد الميه زي ما احنا شايفين، هضيف كميه ميه حوالي معلقتين مثلا ثلاثة كده، واقلب اهي المنظر ده. هضيف تاني، هكون مولعه الفرن على درجه حراره 180. خلي بالكم هي ما بتاخدش في الفرن وقت طويل، لان هي طبعا يعني تعتبر كلها احنا الحاجات دي كلها بناكلها كده، بس مجرد ان هي بتتماسك مع بعض وبتبتدي تبقى طعم مقرمش كده هتشوفوه دلوقتي. تمام كده، تمام قوي. هبتدي بس اقلبها شويه كده وهسيبها بس كده حوالي دقيقتين بس. ليه؟ عشان بذور الشيا تبتدي تنفش في الميه، واجي افردها معاكم ونشوف هنفردها ازاي في صينيه، والصينيه هيكون عليها ورقه زبده. هسيبها بس دقيقتين كده وارجع لكم تاني. بعد ما سبناها حوالي دقيقتين زي ما احنا شايفين كده، هبتدي اجيب صينيه اهي، الصينيه دي هحط فيها ورقه الزبده، وهدهن بس ورقه الزبده كده بالفرشه، يعني حاجه بسيطه جدا، زيت، عشان حبايبي بعد ما بيقولوا ورق الزبده بيلزق فيه كده اضمن. وهبتدي احط بقى الكميه كلها
زي ما احنا شايفين كده، وهبتدي افردها. انا عايزه افردها تكون رفيعه جدا، تمام. هجيب بص اسباتولا كده وابتدي افردها رفيعه خالص عشان تبقى مقرمشه اهي بالمنظر ده. حاولي بقى تفرديها خالص. عشان تكون كلها سوا واحد. لو انا بفردها وحسيت ان هي يعني بتبقى صعب شوية في الفرد، هبلي ايجي بس نقطة مية كده وهبتدي افردها كده اهي نقطة مية. بصوا هتلاقيها بتتفرد معاكي خالص زي ما احنا شايفين، عشان اعملها بسمك رفيع خالص اهي. مجرد ما بليت ايجي بس نقطة مية كده، هتلاقي ايه العجينة معاكي بصي بتتفرد خالص اهي، عشان اعملها كلها سوا واحد اهي، وتبقى رفيعة ومقرمشة بالمنظر ده. انا هبتدي بقى ادخلها الفرن كده تساوت خالص، شايفين هدخلها الفرن. قبل ما ادخلها هعمل ايه؟ هقطعها عشان تاخد قرمشة من كل الجناب، تمام، وتبقى كلها مقرمشة. ما يبقاش لو سبتها كده لما اجي اطلعها هتبقى مش متساوية، وفي نفس الوقت الاجناب مش مقرمشة. هجيب بس قطعة البيتزا ونقطعها. بصوا حبايبي انا نقلتها في صينية اكبر عشان احاول ان انا اخليها تبقى ايه مرتاحة اكتر وتبقى سمكها اقل، تمام. هبتدي بقى بقطعة البيتزا او ممكن بسكينة عادي خالص، وابتدي اقطعها بالمنظر ده. وزي ما قلنا بقى الفرن ايه مشغلينه، هبتدي اقطعها كده. مش هتاخد وقت كتير في الرف الوسطاني، ونراقبها لان مش هتاخد ممكن 10 دقايق طبعا لو الفرن طبعا مولعه قبليها، عشان ما بتاخدش وقت في التحمير اهي بالمنظر ده. هبتدي ادخلها ونشوف شكلها عامل ازاي. وزي ما انتم شايفين كده حبايبي، بصوا ما اخدش في الفرن كتير، وشايفين مقرمش ازاي. حاولي ان بصوا شايفين حلو جدا. يا رب تكونوا سامعين صوته، بجد طعمه جميل جدا. ممكن ناخده معانا في الشغل يعني في العمل او الدوام. ناس كتيره كانت بتقولي ممكن اخد معايا ايه ونعمل معاه بيض في لانش بوكس كده ودوت. لو خدنا منه 4 قطع زي دولي، ما يعني ما فيهوش اي حاجه، سعراته تعتبرش كتيرة لان هو كله دهون صحية، واحنا على نظام الكيتو ده معانا. كمان ممكن للاكل الصحي هيبقى حلوة جدا. هبتدي بقى احطه في الطبق واوريه لكم دلوقتي حبايبي بقى بعد ما برد. طبعا اهم حاجة عشان يطلع معانا مقرمش وحلو جدا، نحاول ان احنا لما بنحطه في الفرن بنكون مولعين الفرن، دي نقطة. تاني نقطة ان احنا لما نطلعه من الفرن، طبعا ممكن حاطين ورق زبده، لما نطلعه من الفرن نسيبه لمده ساعه كامله لحد ما يبرد خالص. ما نحاولش ان احنا نطلعه من الفرن ونحاول نشيله من ورق الزبده، ليه؟ عشان يكون يعني ما يكونش لازق، وفي نفس الوقت عشان يفضل في سخونيه الصينيه عشان يكون مقرمش خالص، تمام. دي خطوات مهمة جدا ناخد بالنا منها عشان يطلع معانا زي ما انتوا شفتوا كده مقرمش وحلو جدا اهو. بصوا شايفين، اظن الصوت واضح ومقرمش وجميل جدا. انا بالنسبة لي لما باكله كده حاسة ان اكني باكل سمسمية، الحاجات اللي هي بتبقى مقرمشة دي حلوة جدا وللولاد وصحية. اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى اللي شاف الفيديو النهاردة وعجبه ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس واللايك والشير لكل أصحابنا، وتعليقاتكم الحلوة اللي دايما بتشجعني، وكمان كلامكم الحلو. بما ان الحاجات بتطلع معاكم حلوة، اتمنى يا رب ان انا اكون دايما عند حسن ظنكم. واعملوا وجربوا واكتبوا لي. واحدة من حبايبي المشتركين امبارح بعتت لي رسالة ان هي خست على اكلي وعلى نظام الكيتو زي ما هي ماشية 4 كيلو في اسبوع. فما شاء الله استمروا وانتوا تقدروا ان شاء الله توصلوا لوزنكم. واشوفكم بألف خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.